أخبار وجيز من قناة الجزائر الدولية. مرحبا. حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ظهر اليوم الأربعاء بأكرا عاصمة جمهورية غانا للمشاركة في أشغال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المرتقبة يومي 18 و19 يوليو، وذلك بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء مناقشته المفتوحة ربع السنوية بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقد اختارت روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر يوليو الجاري عقد الاجتماع على مستوى الوزراء، حيث سيرأس الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فيما سيلقي رئيس ديوان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة نيابة عن هذا الأخير. أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط حنان حسن بلخة أن 500,000 شخص في قطاع غزة يعانون مشاكل صحية بسبب العدوان الصهيوني المتواصل. من جهته أوضح ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن مجمع ناصر والمستشفى الإندونيسي في غزة يعملان بشكل جزئي، ومعظم المستشفيات خرجت عن الخدمة. استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء في ظل تعرض علامات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمال انخفاض مخزونات النفط الأمريكية، وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 11 سنتا أو 0.1% لتصل إلى 83.62 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالمقدار نفسه 11 سنتا أو 0.1% إلى 80.65 دولارا للبرميل. نهاية وجيز، إلى اللقاء.